يعطيك العافية. أنا اسمي نجم وياسمين شهادة من صف السادس خمسة. اليوم حبينا نقدم لك فعالية عن الضغطات اللي انتم بتمرون. أول إشي حابين إنكم انتم تشاركونا إيش هي الضغوطات اللي انتم بتمروها بهاي الفترة. مين بحب يشارك؟ تفضل. الضغوطات كيف انتم بتقدروا تواجهوا هاي الضغوطات؟ نقسم الضغوطات. انتم ايش المكان بتروحوا عليه بتتريحوا فيه بتحسوا حالكم بتريحوا فيه؟ في الأحراش في الطبيعة اللي بنتاح صوت الجناز وهناك بنستمتع منظر الطبيعة الجميلة. طيب مين بتريح لما يسمع صوت القرآن؟ راحة نفسية. احنا اسا نتخيل حالنا بالمكان اللي احنا بنحب نرتاح فيه كأنه احنا بالون نافخ بنجيب ابننا رفقة. يلا نفس عميق كل واحد لسا رح نعطيه ورقة ويرسم المكان خيره صعب.